وصلنا لختام فقراتنا فرح، ورح نحكي بفقرتنا اليوم التربوية يمكن عن موضوع كتير مهم وكتير الناس بتهتم فيه، واللي هو كيف أنا بقدر أنشئ طفل قادر أنه هو يحترم أهله ويحترم مجتمعه، لأنه الاحترام هو يمكن الصفة الأساسية في التربية. هل الاحترام كيف ممكن ينزرع؟ هل هو فقط بتصرفات من الأهل أم هل هو سلوك يتم التمرن عليه خلال التربية؟ وكتير أسئلة عن هذا الموضوع. طبعاً سلمى، اليوم اختلفت المعايير واختلفت طريقة التعامل مع الطفل، حتى طريقة تعاطي الطفل يمكن مع الوسط المحيط ومع أي مشكلة بتواجهه، خلينا نقول اختلفت كيف طريقة التعاطي وتوجيهات الأهل. بنختلف كمان سلمى بين قوة الشخصية وقلة الاحترام، بنختلف بين الثقة بالنفس ومثل ما بنقول نحن عدم تقدير الآخر. مهمة ما سهلة أبدا على الأهل إنه نحن نعلم أطفالنا الاحترام الصحيح والتربية الصحيحة، نشتغل عليها من الصغر لأنه هذا الشيء أكيد رح يكبر مع الطفل. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع وطرق تعليم الطفل الاحترام والتقدير، إن كان تقدير الذات أو تقدير أي شخص ممكن يقدم لنا لو شيء بسيط لأطفالنا. هالموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الدكتورة يسرى عباس المحاضرة في جامعة دمشق والموجهة التربوية في تربية دمشق أيضا. يسعد لي صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك بالبداية مع مفهوم الاحترام، هذا المفهوم اللي كتير مهم بحياة أي إنسان فينا وبالأخص بالطفل. شو بنقصد فيه وأيمت بنقدر نبلش نعمل أو نزرع الخطوات الأولى عند الاحترام للأطفال؟ نعم، نحن في البداية الطفل قدر الاستطاع يعني أنه نبكر بتعليمه هذا المفهوم. كلمة احترام يعني يقدر قيمة القيمة، قيمة الشيء اللي أمامه، قيمته أولا ثم قيمة الآخرين. فنحن هالشيء هذا كيف أنا بدي أعلمه لطفل مجرد ما يعني ببدايات حياته؟ فإذا أول شيء هو أنا ما عم أعلمه، بدي يكتسب هالشيء هذا. فأنا أول شيء لازم أكون قدوة حسنة له، انتبه عليه، انتبه بتصرفاتي. كون الاحترام هو أعلى قيمة، يعني الطفل عنده حاجات نفسية، حاجات بيولوجية، حاجات كالغذاء والماء والهواء، وأيضا حاجة الاحترام هي حاجة نفسية ضرورية وطبيعية للجميع، حتى الطفل هو بحاجة للاحترام. فلذلك نحن كثير من الأهل ما بيفهموا طفلهم، بيفكروا صغير، بيصيروا يعدوا لهم الإهانات النفسية اللفظية الصراخ، فهذا كله بيكبت بنفسه، ونحن بنتوقع أنه يلا طفل صغير عقله ما بيفهم، بالعكس عم يكبت هالأمور هاي. فلذلك نحن الأهل الأم بالذات تعامل طفلة كأنه ناضج، فرد ناضج. فبداية الحياة مثل ما قلت تقدروا قيمته نفسه، يحترم نفسه. فأنت كيف يعني يعرف يقدر قيمة نفسه؟ من خلال أنت مقدرتي بتعامله، يعني هو يكتسب هالشي من الوسط المحيط. فهو موجود في البيت فشاف شجار بين الأب والأم، الطفل شايف أمه هالة كبيرة، قمة كبيرة، فلاحظ أنه الكلام نزل من عين أمه. فنحن هالموضوع هاد دائما على الأهل أن ينتبهوا لصغارهم، كونهم يسجلوا كل شيء. والطفل يقلد، الطفل بطبيعته عاطفي، عقله صغير ما بيستوعب، بس عم بيقلد، يعني شوفها بيشوف بالشاشة بيقلد، شو بيشوف رفيقه بالمجتمع. فأنا لاحظي نحن حاليا الأم تقريبا مثل ما قلت بأحد لقاءاتي تراجعت شوي عن اهتمامها بابنها، نتيجة هالتراجع حتعاني منه بالمستقبل. فنحن أول شغلة الاهتمام بهالطفل الأمامة بكل شيء محتاجه، وحاجة الاحترام هي حينعكس عليها. يعني احترام، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل بالقرآن الكريم يعني قرن عبادته باحترام الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوفي هون هاي الآية بدل على الاحترام، إنه بالكبار لا تزجرهما، لا تقل لهما أف، قل لهما قولا حسنا، هاي كلها بدل. فلذلك نحن من نعلم الطفل من الصغر أنا هيئه للكبار. نعم دكتورة، خلينا نحكي شوي بالتفصيل. نحن عم نحكي عن طفل، عم نحكي عن كائن ذكي جدا لأبعد درجة ممكن نحن نتخيلها، وأوقات ممكن يسبقنا دائما بخطوة. لما بدنا نعلم الاحترام اليوم في مقابله دلال خاصة بهالوقت هذا، يمكن الوقت اللي العيال ما بقى عم تكتر من الأطفال، يكتفوا بطفل أو طفلين ويعطوهم كل الاهتمام. اليوم كيف فينا نحن ندلل ونحترم بنفس الوقت؟ كيف فينا نحن نحترم طفلنا لحتى هو يحترمنا بنفس الوقت؟ يعني مثل ما قلت الطفل
نحن الطفولة بنسميها مبكرة، متوسطة، متأخرة. طفل قبل 6 سنوات بحضن أمه، بالمتوسطة هي المرحلة من الأول للتاسع، المتأخرة هي البكالوريا. فأنا بدي أحكي فقط على الطفولة اللي ما زال في حضن أهله. هون كيف ما بيستوعب شيء، دائما الطفل هلأ الدلال، بكل شيء بدهم يعمل، ربي له لغباته إلى آخره. فنحن الأهل هلأ حاليا تربيتهم خاطئة أو تعامل مع الأطفال خاطئ، كونه الوقت والسرعة وحاجاتهم هي الأهم. نعم. يعني هي وقتها ما بيسمح لها تقعد مع ابنها، هاي عم تحطه بالروضة، هاي عم تحطه. فنحن مثل ما قلت تولية الاهتمام بهذا الطفل والجلوس معه والانتباه إليه. يعني أنا أول شيء بدي احترم الطفل كطفل، بس أنا أنت هو طفل أمامك، لكن هو فرد ناضج بعقله بشخصيته بمشاعره. احترم شخصيته حتى لو كان في عنده سلبيات، يعني مدلل كتير، ما عم بيرد علي، في كتير بتقول لك ما بيحترمني، ما بيحترم حدا، ما بيقدر حدا. فإذا هون أنا بدي أتقبل هالموضوع اللي عندي، لكن ما بعيره بأخطائه، ما ببصره بعيوبه، ما بقول له أنت هيك عذبتني، ما بقارنه بإخواته، أخوك مع أو بابن الجيران أو ابن عمه أو شوف هديك ما أول شغلة بيعملوها، عدم المقارنة، ما بقارنه بحدا، احترم مشاعره، ما يعني لا تتجاهلي غضبه إذا غضب. فأنت هون إدارة الغضب والتحكم فيه بيبين عنك أم جيدة. بداية قديش بتاخدي درجة من 10 لما بتتحكمي بغضب طفلك؟ صبري عليه، اهدائي، تحملي شو عم بيصير، راقبي، حددي السبب. يا أما كتر الدلال، يا أما بده يلفت انتباهك، يا أما فعلا غضبان من شغلة أنت ما أنك عرفتيها. فهو يا أما عم بيقلد، شايف حدا أنه عمل هيك لبوله. فنحن التلبية نعم. طيب هون دكتورة سؤال صغير، اليوم كتير أوقات بتبلش الأم تحس بهذا الشيء أثناء النشاطات اليومية مثل ألعاب وما إلى ذلك، أنه لما تبلش تقول له عمل هيك هو بيرفض يعمل، أو ما بيسمع كلمتها، أو بيزت الغراض، أو بيتعامل بطريقة غير جيدة، خصوصا إذا كانت أخذته لمكان معه، على مول، على مكان، بلش ردود الفعل اللي بتخجلها. هون بتحس انه هي ما في احترام من الطفل لها. هون كيف لازم تتصرف؟ يعني حاجة الطفل، يعني انا لأفهم شو عم بيصير، مثل ما قلت لك عليها الام ان تراقب وتؤكد شو الاسباب وشو الدوافع. ففي اطفال فعلا بيعجزوا الاهل عن معرفة شو بدهم، الاهل عم يلبوا لهم حاجاتهم بسرعة، شو بدهم. فنحن بنطلب من الاهل انه ما يلبوا رغباتهم دغري، اما يناقشوا بالموضوع، اما يقول له لا، اما يفكر هو وياه سوا، او ياجل هالشيء. مو دغري هاللعبه بده اياها، هالشغله بده اياها، خلص المصر. فنحن الاطفال يعني اللي بيكون طفل وحيد او الولد الاول هو دائما اكثر شيء بيعزب. لما بيكون في اولاد بالبيت والاب جاب لعبه لهاد والهاد ما جاب، صار هون في تمييز عنصري. فنحن هون التربيه ما انا سهله، يعني حاليا بوسط التكنولوجيا ووسط الاهل ما بيعرفوا، دائما الاب والام منشغلين عن اولادهم. اما هلا هون دكتوره في نقطه كثير مهمه، لما بنحكي عن نحن عن فقدان العاطفه، فقدان الامان من قبل الاطفال نتيجه الغياب وظروف الحياه، وبعض الأوقات ممكن تكون انفصال بين الأهل وتختلف الأسباب، ممكن تترجم حالات الغضب أو حالات لفت النظر عند الطفل بقلة تهذيب أو حتى قلة احترام. وهون يمكن نحن بنبلش نوصم الطفل بصفات كتير سيئة للأسف. كيف فينا نكتشف هي الثغرة يلي هي كتير مهمة ومن ضروريات الحياة نحن ننتبه عليها، لأنه هي بتؤدي لمخاطر كتير كبيرة وهي خطيرة جدا إذا بدنا نقول. يعني نحن مثل ما قلت الجلوس معه والانصات ومتابعته، يعني نحن عنا وضع معين حسب العمر. فمثل ما قلت من البداية بحترم شخصيته كفرد ناضج، بحترم مشاعره، ما بتجاهل قيمته هو، إمكاناته، قدراته، احترم عقله اللي ما بيستوعب البسيط، احترم أسئلته البسيطة، كلماته. هو عم بيعبر، هو عم يحكي عم بيعبر عن نفسه، نحن ما فهمنا. فلذلك نحن ما نجرحه، نبتعد عن التقريع، عن السب، تعيير. يعني في كثير من الأهل بيكونوا معيرينه بلقب معين، يا بليد يا مهم. فأنا بعرف كثير ناس إذا كان عندهم كثير أولاد، تعال هون يا سمينة، تعال يا هون يا ألقاب. فهي كلها يعني ضارة جدا ومؤذية. أكبر إيذاء للطفولة هي الإهانة النفسية والإيذاء النفسي والإهانة. يعني هالألفاظ هي اللي بتصير بالمنزل دون قصد من الأهل، بجوز هو يكون الأهل عم يدللوه بهالكلمة، هو بينزعج من هالكلمة. فنحن عادة يا بطل يا حلو يا كذا، هالكلمات حلو. لكن أنا مثل ما قلت الاحترام الكامل لأشيائه، أصدقائه ما تحكي عنهم بالسوء قدامه، ما تحكي عن أستاذه ومعلمينه احترام. أنا كشخص بيجي بقول له شو هالأنسة، شلون معلمتك هيك مثلا، شو هال. إذا هون بيكون شايف المعلم كبير عنده، جيت إذا لا تكون كثير النقد، التجريح، أشياء وألعاب، وأخذتي لعبة
هاي اللعبة له، هون بينزعج، خدي إذنه، بعد إذنك، شوفي كيف قواعد الاحترام، إنه بعد إذنك لو سمحت علمي الردود المهذبة، شكراً، قول شكراً، أعطيته شغلة وجايب له شغلة، قول شكراً. طيب أنا بدي أعلمه مبادئ الطاعة، في كتير من الأهل بنسألهم أنا باجتماعات أولياء الأمور، مين فيكم بيبوس إيد أمه قبل ما يطلع الدوام؟ أو فهي البوسة الإيد ما هي يعني هالقد يعني، يعني إنه نزل راس، لا، نوع من الرمزي، نوع من الاحترام لأمه، إنه أكبر منه، أمه عم تربيه، أمه عم تعمل الأكل. فأكثر شيء بقول له أنا ليش بتحب الماما؟ لأنها بتعمل لي أكلات طيبة، عرفتي شو؟ مو لأنها بتشتري لي اللعبة أو بتجيب لي، ما بفهم موضوع قيمة المال وقيمة الأشياء، قيمة الحنان والمحبة والأكل، إنه بتحضني المحبة وهالبوسات وهالعناق وهالاهتمام هذا بالأكل، هاي أكثر شيء اللي شايفه. تمام. فإذا مثل ما قلت لك لا تجاهلي حديثه وجاي من مكان مزعوج وغضبان، سمعي، لا تقاطعي كثير، اسكت، جاي ابوه من الدوام بده يحكي له، اسكت، هش كذا، هالكلمه هي يعني قد ما تصوري قديش بتعمل عند الطفل كبت. فلا تقاطعي، استمعي لحديثه، انصتي، الانصات حل المشكله، ثلاث ارباع المشكله، استمعتي لاي مشكله عند الطفل، مجرد اعطيتي انتباهك فهون حلت المشكله. يعني نحن حاليا مثل ما هيك ملاحظه، بيجي الولد عم يحكي، تسمعي، شجعيه يحكي. على فكره من المدرسه اذا اجى بكره بالدوام شو صار معك اليوم؟ سولفني. يعني في اطفال ما بيحكوا بنوب شو صار معهم بالمدرسه اطلاقا، يعني بعرف كثيرين بيقولون قلت لها الماما انه الان سالت لك، لا لا ما نسيت كذا. فنحن ليش المعلومات بيكتبوا بالاحمر؟ دربيها على حفظ بالطفوله، يعني الطفوله بتتميز كثره الحركه، كثره البساطه، البراءه، عقله ما بي يعني ما بينضج العقل لسن بعد بسن البلوغ، يكتمل النضج العقلي والعاطفي وكل شيء، لكن نحن البيولوجي بعده بحاجه للحنان، بحاجه للاهل يقولوا له هذا خط، هن الاهل ببصروه. يعني احترام كبار السن. في كثير اهل بيربطوا بين الاحترام والعقاب، يعني انه انا كل ما كنت قاسي اكثر بعاقب اكثر، بعيط اكثر، بهدد اكثر، رح اكسب احترام طفلي. هي المعادله قديش خاطئه. يعني احنا انا عم بحكي على الطفوله بمرحله الصغر، لكن بعد ما بيكبر، يعني انا في بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبعا فسبع فسبع، السبعه الاولى من السهل جدا تعلميه كل شيء، الاحترام والصواب والخطا، القواعد، كل شيء، شخصيته كامله بتكمل بالسبع سنوات الاولى، حتى نسبه الذكاء شو بتقدري بدك تعلمي لها الطفل. يعني انا بدي قواعد الاحترام لينشا محترما بالمجتمع، يحترمه الاخرين، يقدروا قيمته، يصير ثقته عاليه بنفسه. فهنا اهميه كبيره انه فهم المفهوم الصغير، انه يكون عنده لباقه، مثل فن الاتيكيت اللي بنسميه نحن. يعني نحن هذا هو صغير، كل شغله قول شكرا، تعال بوسني لاني عملت لك هالشغله، يعني علميه انت، هو بده يعرف كل شغله يقدم، شكري على اي موقف بيقوم فيه، مدحيه، شجعي اذا كان طفل ضعيف كثير كثير ضعيف. يعني في كثير من اهالي تعاملهم قاسي مع اولادهم، بالقسوه، لازم بهالغصب يدرس، لازم يتعلم، لازم يطيع ابوه بهال يعني بالضرب. فنحن اكثر يعني شيء مؤذي بالتربيه الصراخ، الصوت العالي للطفل، كثير في نوع من التعامل معهم بحساسيه، يعني طفل مرهف الحس، يعني ممكن صوت عالي بيأذيه، فشاف ابوه بس عصب من عيونه وخاف من ابوه من امه. فالصوت العالي في البيت دائما نحن بنشوف المشاكل النفسيه عند الاطفال سبب الصوت العالي. ثاني شيء الصراخ، الاهانات، الشتم، التقريع، السب، خطأ مره واحده بيصيروا يضلوا يعيروا بهالخطا، فما بكرر الموقف السيء اللي عمله الطفل، كسر شغله. يا لطيف، غاليه الثمن، الاب بنزعج. فنحن عادة الطفل بياخذوه يعني على قد عمره، ببساطة بتشرح له انه هي كانت سمينة وقالية، لكن في ذاك الشيء من نسيه انه هذا الطفل له مشاعره، له احساسه، ما نعامله مثل ما قالت كأنه طفل، نعامله كفرد ناضج. فمجرد انت هيك عاملتي حتشعري ان نشأتي شخص قوي الشخصية، حيعاملك بمحبة. يعني لما بتشوفي في اطفال بتقول لك بالكبر، كثير من الناس مسؤولين كبروا، والله ابني ما اهتم فيه، نسيني، يا حي من هالتربيه، الى من الصغر، من السبع سنوات الاولى، بعد ما بيجي على المدرسه صار ترميم. يعني المدرسه تعدل سلوكه بالبيت، الاب والام شجارات مستمره، عم ينقل بالمدرسه كل شيء، كبر هالولد، نقل كل شيء صار بين الاب والام، بالمستقبل شخصيته مثل شخصيه ابوه وامه. فنحن في بينتبه على التقليد، في اطفال طفره ما بتنتبه على شو عم بيصير، بيهتم بحاله، منزوي، منطوي لحاله، كمان له مشاكله الخاصه فيه، ضعف الشخصيه بتاثر عليه، صار جزء من شخصيته،
السلبيات اللي عم تصير بالمنزل. لذلك نحن بنقول للأهل انتبهوا على أطفالكم، ربوهم تربية، يعني نحن مو مطلوب منهم غير فقط يقولون شوية اهتمام وينصتوا لكلامهم ويشجعون على الأشياء الجميلة، في قصص في صور. هلأ حالة ما في أكثر من القصص المصورة حول أنه شوفوا كيف بتهذيب عم يطلب مع البائع مع صديقه بالسيارة، يعني شاف مثلا طلع هو أبوه بالباص، شاف واحد وقف لطفل صغير قاعد بالسيارة، وقف لامرأة قاعدة قال له شو رأيك لابنه، دائما يسأله يقيم بنظره المواقف الجيدة. كمان احنا فتنا على مطعم، شاف صاحب المطعم يتعامل مع زبون بفظاظة بقوة بكلام سيء، قال له لابنه شو رأيك، قال يعني باين انه مو منيح التصرف، بشوف رأي ابنه بالتصرفات السلبية، فهون الاب بيصلح له، له غلط معه حرام ما كان ذنبه بهالحكي. فنحن دائما قدامك موقفين، سلبي شاف نحن ماشيين واحد كب قشرة شغلة كيف من كان بسكوتي ورماها بالأرض، أو صندويشة عم يأكله بالباحة شاف رفيقه ورماها، فالخبز نعمة. نحن بنعلمهم بالمدارس إنه الخبز نعمة، دائما في مكان زاوية كرتوني ما بدك، أو تطير فيك. يعني أنا بصراحة أحد السنوات وقفت العملية الامتحانية كرمال الخبز، إنه شفت كل ما بتحرك في خبز خبز، فقلت لهم هاي نعمة، هاي لازم تعطيها لرفيقك، ما بتكون كابين الصندويشة مثل ما هي هيك هيك يا على الأرض يعني. فنحن إذا ما علمتها تقدير هالنعمة، احترام النعمة، يعني نحن الاحترام لكل شيء، فالطفل يكتسب الاحترام اكتساب ما بيجي معه متعلم أكيد. يعني كل ما تجدي عند الطفل من تقصير ونتيجة الأهل صح. فاكتساب من البيئة، مين هالبيئة؟ الأب والأم والأصدقاء والشاشة التلفزيون والإعلام، التواصل، وسائل التواصل. في احنا نشوف هالنكته، شوف هالولد، يعني احنا اغلب وسائل التواصل تيك توك كلها للمزح والضحك والسخريه، فهون الطفل ما بيوعى انه هذا سخريه مو حقيقي، بيروح يطبقه على اخ. فنحن تمثيليات الشنق والضرب مثلوها كثير من الاطفال الاشياء العام، سوبرمان رمى حاله عنه، فنحن ما عم نلاحظ انه اكيد دكتوره ما يستطيع يعوا معي يحدث. نعم اكيد كثير تفاصيل عن هذا الموضوع بيطول الحديث عنه، واكيد يمكن الوقت داهمنا. بدنا نقول لك شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويا رب نكون قادرين وعلى قدر المسؤوليه لحتى نربي اولادنا بطريقه صح ويطلعوا اشخاص محترمين وناجحين بنفس الوقت. شكرا لك دكتوره. شكرا لك ولوجودك كل المعلومات اللي قدمتيها.